صفحة جديدة بمجلتنا الاجتماعية بلوك نوتس. اليوم من خلالها رح نتعرف على المؤتمر الإقليمي الثاني للحد من مخاطر استخدام المخدرات اللي بيصير لتاني مرة بلبنان بين 12 و15 تشرين الثاني، يعني الأسبوع القادم بفندق المتروبوليتان ببيروت. تفاصيل أكثر عن هالحدث مع ضيفنا رئيس الشبكة الإقليمية للحد من مخاطر استخدام المخدرات الأستاذ إليل أعرج. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك أستاذ إلي. هيدي مش أول سنة بتقوموا بهالمؤتمر، بلشتوا بالمؤتمر عام 2009 ولكن عملكم بالشبكة بلش قبل بسنين. خبرنا شوي عن اهتماماتكم بالشبكة وشو النشاطات اللي بتقوموا فيها. يعني الشبكة انطلقت بعام 2000 وأواخر عام 2007 2008 بمبادرة من منظمة الصحة العالمية والجمعية العالمية للحد من المخاطر. الفكرة منها هي كان إنشاء سكرتاريا إقليمية مركزها اليوم ببيروت ومسجلة كجمعية دولية بمرسوم جمهوري، وفي ثلاث مراكز تدريب وموارد، واحد بالمغرب بغطي دول المغرب العربي، الثاني بإيران بغطي إيران أفغانستان باكستان والعراق، والثالث بجمعية العناية الصحية بلبنان بغطي 12 دولة من المنطقة. الأهداف هي بترتكز على ثلاث أشياء. أولا تأمين الجو السياسي والمتقبل لمفهوم الحد من مخاطر استخدام المخدرات، ثانيا تقوية قدرات العاملين بهذا المجال، وثالثا دعم الجمعيات الأهلية لحتى يقوموا هن بنشاطات على هذا المستوى. أكيد لنشر التوعية حول هالموضوع. مزبوط. مزبوط. المؤتمر الأول كان عام 2009 وكان على الصعيد المحلي. كان إقليمي كمان. بال 2009. نعم، كان يعني الفكرة منه كانت إنه نبلش يعني نحكي أعلى بصوت أعلى على موضوع الحد من مخاطر استخدام المخدرات. ليش نطرتوا هالقد لإقامة مؤتمر من هالنوع؟ يعني بعرف إنه المخدرات هو وباء مخيم فوق لبنان والمنطقة من سنين. أوكي. هون عم تخليني بس تنوضح، نحن عم نحكي عن حد من مخاطر الاستخدام. نعم. مش مخاطر المخدرات ان جنرال. نعم. يعني الوقايه هي ثلاث مستويات. وسائل الاستخدام بركي؟ نعم. الخطر طريقه الاستخدام. نعم. يعني اذا بنحكي عن الوقايه هي ثلاث مستويات، المستوى الاول هو الوقايه الاوليه اللي بتحكي عن مخاطر المخدرات، الثاني هو يلي بيهتم بمتعاطي المخدرات واللي ادمنوا عليها بالعلاج والتاهيل، والمستوى الثالث هو الحد من مخاطر استخدامها، بمعنى اخر هو وقايه مستخدمي المخدرات خاصه عن طريق الابر من انهم يلتقطوا الاتش اي في الايدز او التهاب الكبد الوبائي الهباتيت، او انهم يعملوا جرعه زائده وغيره. فمن هون المشاريع البرامج هي تامين ابره نظيفه للمتعاطي المخدرات، وهي تأمين علاج بديل يعني إذا بدك هيك بشكل. نعم. سريع. نعم. رح يكون في مشاركة إقليمية وكمان مشاركة دولية من. نعم. عدد كبير من المنظمات. مزبوط. الحكومية والمدنية. مزبوط. هو في شقين، أول يوم نحن حبينا أنه نعمل الاجتماع للجهات المانحة، لأنه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عم بتظهر من خريطة الأولويات تبع الجهات المانحة، كونهم بيعتبروا أنه هالمنطقة نسبة انتشار عدوى الإيدز فيها كتير متدنية وأنه فيها دول غنية، بس بالفعل نحن ما بنعرف إذا متدنية لأنه ما عندنا نظام ترصد وبائي. غنية صحيح ولكن. نعم. أو ميدل هاي ميدل إنكم، ولكن بالدول الغنية حتى يعني في أقل 20% من الناس عايشين تحت. نعم. مستوى الفقر، فعم نجرب نجذب الجهات المانحه. هذه لوحدها تحدي كبير علما بالظروف الصعبه اللي عم بمر فيها لبنان حاليا والعالم حتى اليوم. نعم. في نقص بالسيوله. ب 12 الشهر الصبح حيكون هذا الاجتماع الساعه 4 بعد الظهر، جلسه الافتتاح برعايه معالي وزير الصحه، واعمال المؤتمر بتبدا من 13 14 و15 على مدى 3 ايام، جلسات مختلفه كلها لها علاقه. مزبوط. باستخدام المخدرات. ولكن قبل ب 11 الشهر في عندكم زياره مميزه على سجن رومي. صحيح صحيح. يعني يمكن الأولى خطوة أولى من نوعها، محاولة. نعم. عم نحاول انه نفتح نتأمل إن نفتح هذا الباب لأنه. نعم. اليوم بالنسبة لنا السجون لازم تكون مكان للتأهيل مش مكان للعقاب. العقاب ما أدى نتيجته، كل الفلوس المصاري اللي حطتها الدول للأسف اليوم القوانين المتعلقة بالمخدرات تشتغل بس على العقاب مش على التأهيل، مع انه القانون لا بيطلب المعالجة ولكن ما بنص المعالجة ولكن. أي. التنفيذ بيختلف. مزبوط. تماما سيدي. مزبوط. فالفكرة هي انه نطلع نحن والإعلام على المركز، يعني بموافقة خدنا موافقة وزير الداخلية وعم نشتغل على الموضوع، حيكون في لقاء عرض فيلم حول موضوع المخدرات والإيدز. اسمه أسماء. أسماء، فيلم عربي كمان. شو بيتضمن الفيلم؟ هو بيحكي نقلا عن قصة واقعية لست مصرية عاشت يعني مع اتش اي في وكان عندها مشكلة انها تعمل عملية جراحية وما كانوا عم بيقبلوها لأنه معها إيدز. ف اتش اي في هي من الأمراض اللي ممكن تنقل عبر حقن.
هو يعني فيروس نقص المناعة البشري المكتسب. بس هو من الطرق اللي بنلقط فيها الـ HIV أو الإيدز هي عبر الحقن، مشاركة بالحقن والعلاقة الجنسية غير المحمية طبعاً. فإذا هالفيلم بيتضمن شهادة حياة هالسيدة؟ هو فيلم عربي يعني. نعم. ولكن هو بيعرض قصتها وكيف بالاخر هي بتتوفى، ولكن كيف بتصير معها الفكره انه نخلق نقاش مع السجناء. راح يكون في حوار مع السجناء اللي راح يحضروا هذه هي الهدف تبع الموضوع هون اكيد من باب التوعيه حول هالموضوع. هذا الفكره. خلينا ننتقل سريعا سيد إلي لمضمون المؤتمر. بعرف انه في جلسات عديده على مدى ثلاث ايام، اعطينا فكره عنها. المؤتمر بيتقسم لثلاث نقاط مهمه. اول نقطه هي المواضيع، يعني في مواضيع بحثية، دراسات، خبرات، لأنه نحن عم نسعى أنه يكون في حوالي 20% من المشاركين هن من أشخاص بيتعاطوا المخدرات. المواضيع يعني بترتبط بواحد المرأة التي تستخدم المخدرات ويعني حقوقها وبذات الوقت حاجتها. هون مشاركة من قبلهم حتى يقدموا شهاداتهم يعني؟ مش بس يقدموا شهاداتهم، مش جايبين كوباية، حتى يشاركوا هن كمان بالقرار. الفكرة حقوق هؤلاء الناس بأنهم يحصلوا على الخدمات الصحية، لحتى يقدروا يوصلوا لها لازم هن يكونوا مشاركين معنا بالتفكير حول هذا الموضوع بطريقة إيجابية ويكونوا عم بيشتغلوا عليها بحريتهم. نعم. ففي بعض الدراسات اللي حصلت مثلا اللي قمنا فيها نحن بشبكة منارة بست دول بالمنطقة حول النساء اللواتي يستخدمن المخدرات، في دراسة عملناها على احتياجات وعلى موضوع الحد من المخاطر في دول المنطقة بشكل عام، هناك دراسات أخرى حول السجون عم بيقدموها بنفس الوقت. يعني إذا بدك المحاور هي على ترتكز على شغلتين، محور حقوقي حقوق هؤلاء الناس ومحور الصحة العامة. هذا الشيء المتعلق بالجلسات. هناك أيضا على حد المؤتمر في مهرجان أفلام. صح. كل مرة بنحاول على مدى نهار واحد رح يتم على كذا ساعة على ثلاث ايام مبدئيا. نعم. او يومين مع تبعت اخر شيء لانه في افلام. نعم. ما قدرنا نقبلها. هالمهرجان بيتضمن 10 افلام. مزبوط، بيتضمن 10 افلام من افلام حول موضوع الحد من المخاطر، يعني فيه مشاهد اوقات قاسيه لانه في مثل سيلف بورتري، حدا عامل صور حاله هو عم بيتعاطى وهو عم بيستخدم مخدرات ووصل لانه مات قدام الكاميرا، عمل اوفر دوز. ودعينا والدته لهذا الشاب، حتكون حاضره للنقاش كمان. بنفسه هو انجليزي بريطاني. نعم. مش عربي. وحد الفيلم حيكون في ورش تدريب للناس يلي بحبوا يعني يتابعوا بعض المواضيع حول مثلا كيفيه الوقايه من الجرعه الزائده، مخاطر استخدام الابر غير النظيفه والى ما هنالك. نعم. الافلام اللي راح تعرضوها من عده دول عربيه و من عربيه واجنبيه. نعم مزبوط. نعم. من ايران كمان، من باكستان، من في دول افلام دي. حول افغانستان. نعم. حول ايران. في فيلم مصري كنا نحن كمان نرى مولينه. في افلام اجنبيه كمان من هل عندنا احصاءات حول مستخدمي المخدرات عندنا بلبنان؟ لا، ما عندنا دقيقه بالقليله او ما عندنا احصاءات. هناك نوع من يعني نسب يعني نسبيا بيقولوا تقريبا يعني بوزاره الصحه مره طلعوا رقم بين 3,000 و4,000 شخص مستخدم بالحقن. عم نحكي هون بلبنان. بلبنان. ولكن بالمنطقه العربيه الرقم هو حوالي 600,000 بتصور؟ بال 570,000 تقريبا. نعم. بيزيدوا 10 بينقصوا 10% لانه كلها استيميشنز. بس خلينا نقول انه كمان اليوم يلي عم ببلش يبين بالمنطقه العربيه هو انه صح انتقاط عدوى الاتش اي في هي عم تجي الايدز عم بيجي من. نعم. بالدرجه الاولى من العلاقات الجنسيه غير المحميه، ولكن هناك. نعم. معروف انه هالوباء هيدا صار مستوطن بين فئتين، الاشخاص بيستخدموا المخدرات عن طريق. نعم. الحقن، والرجال بيمارسوا الجنس المثلي. في شيء اسمه دايلوج سبيس. مزبوط. الدايلوج سبيس او مساحه الحوار هي حيتم فيها نقاشات بشكل انفورمال، بيقعدوا بيتناقشوا حول مواضيع محدده. وحده منهم حيكون في مثلا اليوم نحن كمنطقه الشرق الاوسط اللي بنقول انه مستوى متدني وما بنعرف فعلا قد انتشار الايدز، بنعرف على الاقل انه نحن صار لنا سنتين عم نجي اعلى رقم بالاصابات الجديده. نعم. بالايدز، وانه نحن اقل منطقه بيتم تغطيه فيها الاشخاص متعايشين مع الايدز بالعلاج. يعني ما بنتخطى ال 14-17% بيوصل لهم العلاج، بالوقت يلي اليوم العالم التوجه انه العلاج هو وقايه. يعني صاروا اليوم بعض الدول اول ما يعرفوا انه منطقه عنده الايدز بيعطوا العلاج. فعمليا رح يتم
نقاش حول كيفية إنهاء هذه الأزمة. حيصير في كمان مواضيع لها علاقة بالوصم والتمييز بتقوم فيها شبكة الرنا، شبكة للجمعيات اللي بيشتغلوا على الإيدز وإلى ما هنالك. سيد إلي أعرج رئيس مدير شبكة منارة، رح يكون لنا لقاءات عديدة بالأسبوع الجاي وكمان خلال المؤتمر مع مشاركين ومنظمي هالمؤتمر حتى نعطي صورة أوضح عن هالحدث المهم لكل أفراد المجتمع اللبناني، وأكيد كمان لأنه الـ MTV هي ميديا سبونسر لهالإيفنت فرح نرفقكم. أنا بدي أشكر الـ MTV على قبولها بهالشراكة ودخولها معنا، مش أول مرة بتصير ونحن فخورين بهذا. شكرا لك، هذا واجبنا، أهلا وسهلا فيك. ميرسي. وقفة قصيرة مشاهدينا ومنتابع.